بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، بناتي الطالبات، نستكمل معكم دروس الأحياء للصف الثاني العلمي. درسنا في الحصة السابقة الوحدة الأولى والثانية اللي هي أجهزة النقل في الثدييات وفي النباتات. نستكمل اليوم معكم باقي بداية الوحدة الثانية اللي هي تكلم عن عملية التنفس. طبعاً التنفس يعتبر من خصائص المهمة جداً للكائنات الحية، لأن عن طريقها تحصل على الطاقة وتقدر تقوم بوظائفها الحيوية على أكمل وجه. لماذا تتنفس الكائنات الحية؟ طبعاً عندنا هنا هي مقدمة نشوفوها، لكي تحافظ الكائنات الحية على بقائها، ولكي تتحرك وتنمو وتتكاثر وتقوم بجميع الوظائف الحيوية التي تحتاج إلى طاقة. طبعاً وجود الطاقة مهم جداً لأنه هو اللي يحفز لنا عمل الأنزيمات، والأنزيمات هي اللي تقوم عليها العمليات الحيوية في جسم الكائن الحي. مصدر الطاقة الأساسي للكائنات الحية هو ضوء الشمس. طبعاً تستقبل النباتات الخضراء في وجود مادة اليخضور، تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تخزنها في الأطعمة العضوية. الأطعمة العضوية هذه تعتبر طعام طبعاً بالنسبة لجميع الكائنات اللي هي نسميها الأكلات الأعشاب، وزي الإنسان اللي هو يتغذى على الأعشاب ويتغذى على أكلات الأعشاب. تكسير المواد المعقدة عن طريق الأكسدة وانطلاق الطاقة يطلق عليه اسم عملية التنفس. أكسدة المواد اللي هي الأطعمة العضوية اللي تغذينا عليها من النباتات أو من الكائنات الأخرى تم أكسدتها في داخل الخلايا وتطلق منها الطاقة اللازمة للقيام بالوظائف الحيوية الأخرى. تعريف التنفس هو تكسير المواد الغذائية مع إطلاق الطاقة داخل الخلية الحية. يبقى لازم تكون عندنا الطاقة في داخل الخلية عشان تحفز زي ما قلنا عمل الأنزيمات تقوم بها الوظائف الحيوية الأخرى. هناك نوعان من التنفس في جميع الكائنات الحية. عندنا التنفس الهوائي، هو تكسير المواد الغذائية في وجود الأكسجين وإطلاق كمية كبيرة من الطاقة وتنتج ثاني أكسيد الكربون والماء، زي تنفس الإنسان. طبعا لازم في وجود الهواء أو في وجود الأكسجين بالتحديد اللي يحصل منا على الطاقة. المعادلة الإجمالية للتنفس الهوائي هي على النحو التالي: سكر الجلوكوز اللي هو المادة الأساسية اللي نحنا اللي تحول لها النشويات، لما تغذى على النشويات تكسر وتنهضم وتحول إلى جلوكوز اللي هي C6H12O6 زائد الأكسجين، يعطينا ثاني أكسيد الكربون مع الماء مع إطلاق كمية هائلة من الطاقة. الطاقة هذه هي اللي تنفس بها أو نقوم بها العمليات الحيوية عندنا نحن. التنفس اللاهوائي هو تكسير المواد الغذائية مع إطلاق كميات صغيرة نسبياً من الطاقة في غياب الأكسجين، ويحدث في كائنات وحيدة الخلية مثل الخميرة. يبقى الكائنات وحيدة الخلية فقط هي اللي يحصل فيها التنفس اللاهوائي، ومن أهم أمثلتها اللي هي الخميرة. معادلة التنفس اللاهوائي هي كالتالي: طبعا سكر الجلوكوز اللي هو المادة الأساسية لإنتاج الطاقة في غياب الأكسجين، طبعا ما نقدرش نقوله نزيدوا أكسجين، لأن في غياب الأكسجين هيعطينا مركب إيثانول زائد ثاني أكسيد الكربون زائد كمية قليلة من الطاقة طبعا مقارنة في التنفس الهوائي. نعاودوا على معادلة التنفس الهوائي علشان نثبتوا المعلومة: سكر الجلوكوز في وجود الأكسجين هيعطينا ثاني أكسيد الكربون مع الماء مع إطلاق كمية كبيرة من الطاقة. التنفس اللاهوائي هيعطينا عندنا جلوكوز في غياب الأكسجين هيعطينا إيثانول زائد ثاني أكسيد الكربون زائد كمية قليلة من الطاقة. ولو درنا مقارنة هنتأكد إن هنا هي ما فيش أكسجين، في معادلة التنفس الهوائي فيها أكسجين، في التنفس الهوائي عندنا ثاني أكسيد الكربون، هنا عندنا إيثانول، عندنا هنا ثاني أكسيد الكربون، عندنا كمية قليلة من الطاقة. التنفس الهوائي طبعا عندنا كمية من الماء أو بخار الماء. التنفس اللاهوائي في العضلات، طبعا احنا عند الإنسان قلنا تنفس هوائي، لكن أحيانا تحتاج العضلات إلى كمية إضافية من الطاقة خصوصا عند أداء التمارين الشاقة، فيبقى عندنا هنا لازم يحصل على كمية طاقة زيادة. منين يحصل عليها؟ عن طريق التنفس اللاهوائي، ويحصل وين؟ في العضلات فقط، لكن بقية الأنسجة الأخرى لا يحدث فيها، وقلنا عند أداء التمارين الشاقة زي الجري لمسافات طويلة. تتنفس الخلايا العضلية في الأحوال العادية هوائيا، ما عندناش تمارين شاقة، يبقى حيكون التنفس هوائي بوجود الأكسجين. قد يحدث التنفس لهوائي لفترة زمنية قصيرة في حالة نقص الأكسجين.
أثناء الانقباضات العضلية الشديدة مثلا تستخدم الخلايا العضلية الأكسجين أولا، يبقى عندنا هنا انقباضات عضلية شديدة زي ما قلنا في أداء التمارين الشاقة، هنحتاج إلى طبعا الأكسجين أولا، نحصل منه على الطاقة كافية. مع استمرار التمرين هتنقص عندنا الطاقة، يبقى منين يجيب الشخص هنا طاقة زيادة، فيبقى يبدأ في عملية اللهاث، التنفس بشكل سريع جدا للتخلص من ثاني أكسيد الكربون الناتج من التنفس، حصول على كمية أكبر من الأكسجين بمعدل أسرع. يبقى حيكون عندنا تنفس هوائي، أحصل منه على الطاقة، الطاقة غير كافية لأداء التمرين أو لاستكمال التمرين، يبدأ الشخص هنا في اللهاث علشان يتخلص من ثاني أكسيد الكربون الناتج ويحصل على كمية زيادة من الأكسجين. لكن طبعاً معدل التنفس حيكون عندنا لحد معين، يبقى هنا يبدأ القلب أيضاً في النبض، نبض القلب معناها توزيع الدم بشكل أسرع، معناها زيادة وصول كمية إضافية من الأكسجين بمعدل أسرع لحصول العضلات على الأكسجين. طبعاً هناهي لما ينبض القلب بمعدل سريع يبقى حيوصلنا أكسجين بمعدل سريع، يوجد مع ذلك حد لمعدل التنفس ودقات القلب، عند حد معين شخص ما عادش يقدر طبعا يتحمل نقص الاكسجين، دقات القلب ما عادش تزيد، وبالتالي يلجا الى عمليه التنفس اللاهوائي في العضل. اذا ما استمرت هذه الانقباضات العضليه الشديده يجب انتاج المزيد من الطاقه. تنفس الخلايا العضليه لهوائيا لانتاج الطاقه الزائده، ويتكون حمض اللاكتيك اثناء تلك العمليه. هنا تنفس لهوائي في العضلات، هينتج عندنا حمض اللاكتيك في الكائنات وحيده الخليه، قلنا ينتج عندنا الكحول او الايثانول، لكن في التنفس الهوائي في العضله قلنا حمض اللاكتيك، وطبعا هتنتج كميه من الطاقه مع الطاقه الاساسيه الناتجه من عمليه التنفس، فيكون عندنا كميه اضافيه اخرى. هذا التنفس الهوائي في العضله، عندنا هنا جلوكوز اللي هو الماده الاساسيه دائما للتنفس، عندنا حيتكون حمض اللاكتيك، طبعا ما فيش اكسجين، حمض اللاكتيك مع كميه قليله من الطاقه. كميه تنطلق كميه صغيره من الطاقه اللي هي هنا في التنفس الهوائي، ولكن تكون هذه الكميه المنتجه بالاضافه الى تلك المنتجه في التنفس الهوائي كافيه لاستمرار انقباض العضله. يبقى عندي مصدرين للطاقه، تنفس هوائي ما يكفيش لاداء او لاستكمال التمرين، يبقى يلجا الشخص الى تنفس لا هوائي تنتج منه كميه اضافيه من الطاقه. نظرا لوجود كميه غير كافيه من الاكسجين، طبعا مع اللهاث مع دقات القلب بشكل سريع هينقص الاكسجين اكيد، لان فيه تمرين او مجهود زياده لتلبيه الحاجه في الانقباضات العضليه الشديده. يتراكم حمض اللاكتيك اللي هو قلنا هنا ينتج عندنا ببطء في العضله، ويقال في تلك الحاله ان العضله تعاني استحقاقا للاكسجين. يبقى تراكم حمض اللاكتيك يعني شنو؟ استحقاق الاكسجين. يتسبب تراكم حمض اللاكتيك في الشعور بالتعب والانهاك، ويحتاج الجسم الى قسط من الراحه حتى يستعيد نشاط. يبقى تراكم حمض اللاكتيك يؤدي الى الاحساس بالتعب. كيف نتخلص من حمض اللاكتيك؟ طبعا عندنا هنايه الكبد هي اللي تساعد في التخلص منه. اثناء فتره الراحه يزال حمض اللاكتيك من العضلات وينقل الى الكبد، حيث يؤكسد جزء من لانتاج الطاقه. يبقى الكبد هنا حتاخذ حمض اللاكتيك، تحول ينقسم الى جزئين، جزء تستعمله في انتاج طاقه اضافيه، وجزء اخر يتحول الى جلوكوز. طبعا الجلوكوز نحن قلنا هو الركيزه الاساسيه لعمليه التنفس. يغادر بعد ذلك الجلوكوز الى العضله، ويصبح عندها الجسم مستعدا لخوض سباق او تمرين اخر. هنا عندنا انتهينا من قصه انواع التنفس. هنا عندنا نشوفه بالتفصيل كيف يكون عندنا استحقاق للاكسجين، وكيف يلجا الشخص الى التنفس اللاهوائي. هنا عندنا التنفس الهوائي، عندي جلوكوز، يبقى ما دام قال لي هوائي يبقى لازم يكون عندنا اكسجين. تنفس هوائي حيعطينا ثاني اكسيد الكربون وماء مع انطلاق كميه كبيره من الطاقه. قلنا كميه الطاقه هذه غير كافيه لاستكمال التمرين، يبقى حنلجا الى اضافه الطاقه. كيف نضيف الطاقه؟ عندنا جلوكوز، تنفس لا هوائي، يبقى عنديش اكسجين هناهي، حينتج عندنا حمض اللاكتيك اللي هو يسبب الاجهاد او الشعور بالتعب، انطلاق كميه قليله من الطاقه. هنا كميه كبيره معها كمية قليلة من الطاقة، فيبقى هنا حتكون عندي كمية كافية لأداء أو لاستكمال التمرين، وقاعد تعتبر كمية طاقة إضافية لاستكمال التمرينات الشديدة. كيف يتم تبادل الغازات؟ نحن قلنا طبعا التنفس عن طريق الأكسجين،
في الكائنات الحية اللي هي كبيرة الحجم والجسم مكون عدة طبقات، الخلايا الداخلية كيف يوصل فيها الأكسجين؟ يبقى لازم يكون عندي جهاز يساعدني على وصول الأكسجين إلى داخل الجسم، وهذا اللي حكينا عليه في الحصة اللي فاتت اللي هو في جهاز الدوري، وقلنا من أهم وظائف الدم اللي هي عملية نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. هنا حنشوف تبادل الغازات في الحيوانات. مدام هي جسمها قلنا يعني مساحتها السطحية اللي برا تعتبر صغيرة مقارنة بالحجم، وعندنا طبعا كائنات اللي هي وحيدة الخلية، سطح الخارجي متاحة أو المساحة الخارجية السطحية كبيرة مقارنة بحجمها. مدامت الكائنات هذه اللي هي وحيدة الخلية عندها مساحة سطح كبيرة، يبقى تقدر تقوم بعملية تبادل المواد مع البيئة المحيطة بها بشكل بسيط جدا عن طريق عملية الانتشار، وتكون كمية أو معدل التبادل هنا كافي بالنسبة لها. أما الكائنات اللي متعددة الخلايا أو متعددة الطبقات زي الكائنات الكبيرة زي الأسماك البرمائيات الثدييات، في خلايا بعيدة عن البيئة الخارجية مساحة السطح الخارجية تعتبر صغيرة مقارنة بالحجم، فبالتالي لازم يكون عندنا جهاز يساعدنا في عملية تبادل الغازات. عندنا لا يصلح أن تحدث عملية تبادل الغازات بسبب طبعا مساحة سطح خارجية صغيرة وحجم كبير، لذلك توجد لتلك الكائنات أعضاء خاصة بالتنفس تساعد عملية التنسم في عملية تبادل الغازات بين الحيوانات والبيئة المحيطة. يبقى من هنا هنقوله أن عملية التنسم هي تبادل الغازات بين الحيوانات وما بين البيئة المحيطة، هذه نسميها عملية تنسم مش تنفس، تنسم. آلية التنسم يحدث التنسم في مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي دخول الهواء أو الماء وتسمى الشهيق، عندما أخذوا هواء من البيئة الخارجية يدخل إلى جهاز تنفسي إلى الرئتين نسميها طبعا عملية الشهيق، هذه الخطوة الأولى في عملية التنسم. الخطوة الثانية طبعا لما يدخل الهواء في هواء بيطلع يخرج برا اللي هو في عملية الزفير. يبقى عندنا خطوتين في التنسم، دخول الهواء خروج الهواء، دخول الهواء أو الماء. طبعا هنا ليش قلنا الماء؟ لأن عندنا الأسماك طبعا تتنفس الأكسجين اللي هو ذائب في الماء، يبقى تسمى الشهيق. هنا الخروج الهواء أو خروج الماء تسمى الزفير. في الحالة هذه تمت عملية التنسم، وصلت الغازات المطلوبة إلى الجهاز التنفسي وطردت الغازات الغير مطلوبة إلى البيئة الخارجية. جهاز تبادل الغازات في الإنسان، طبعا الإنسان مثال على الثدييات، هيكون عندنا جهاز متخصص في عملية تبادل الغازات. يتكون الجهاز من التالي: الرئتين، ممرات الهوائية المؤدية إليه. طبعا كنا عارفين أن الرئتين موجودة في القفص الصدري، عندنا الممرات الهوائية اللي هن الشعب الهوائية. عندنا شكل التالي يوضح تبادل الغازات في الإنسان. طبعا هنشوف الجهاز اللي هو التنفسي، ناخذ قطاع في الرئة اليسرى يبين الحويصلات الهوائية. طبعا عندنا هذا اللي هو القفص الصدري، هذين الضلوع اللي تحيط بالقفص الصدري. الضلوع طبعا عارفين ان احنا اللي هنا كم 12 زوج من الضلوع. عندنا طبعا الزوجين الاخيرين غير متصله، العضلات الازواج الاولى اللي هي من فوق لعند العشرة عندنا هذين ملتحمه في عند عظمه القص، وبعدين عندنا الزوجين الاخيرين غير ملتحمه. في داخل القفص الصدري طبعا يوجد عندنا الرئتين، تحاط الرئتين بغشاء يسمى غشاء البلورة أو الأغشية البلورية. عندنا غشائين، هنا واحد وهنا واحد. طبعا قلنا هذه اللي هن الضلوع، قطاع في الضلع. بعد الضلعة عندنا هناهي اللي هو غشائين يسمى أغشية البلورة. الغشائين هنا فيما بينهن سائل يسمح بعملية انزلاق الأنسجة. هذه طبعا لما تنبسط الرئة ولما تنقبض عشان طرد الهواء تحتك بالأنسجة المحيطة بها. طبعا وظيفة الأغشية البلورية هنا والسائل اللي هي عملية التصديق وعملية الحماية. الرئة أو نسيج الرئة تكون من عدد كبير جدا من الحويصلات الهوائية. الحويصلات الهوائية اللي هنا عبارة عن انتفاخات هنا موجودة في نهاية الشعيبات الهوائية. الشعيبات الهوائية هنا اللي هي متصلة بالشعيبة الهوائية هذه، وهذا الشعبة الهوائية الرئيسية أو نسميها القصبة الهوائية. هذه القصبة الهوائية تفرع إلى شعيبات، واحدة جهة اليمين واحدة جهة اليسار. هذه حنشوفها هنا بالتفصيل متفرعة إلى فروع أصغر وبعدين أصغر فأصغر، كل نهاية شعيبة يوجد اللي هو الحويصلة الهوائية.
شوفوا البيانات الموجودة عندنا من الناحية الأخرى. هنا عندنا شعبة الهوائية اللي هي هنا متفرعة داخلة إلى الرئة اليمنى، عضلة ما بين ضلعية خارجية، يبقى هنا عندنا العضلات اللي ما بين الضلعية الخارجية، عضلة بين ضلعية داخلية اللي هي اللي من جوا، عضلة بين ضلعية خارجية، عضلة بين ضلعية داخلية. طبعا هذين مهمات في عملية تبادل الغازات حنحكوا عليهم بعدين. وعندنا هذا اللي هو الرئة من الخارج، من الداخل قطاع الرئة زي ما قلنا شعب القصبة الهوائية، شعبة الهوائية، شعيبات، وبعدين وجود الحويصلات الهوائية. تحاط الحويصلات الهوائية بطبقة رقيقة من النداوة أو من السائل عشان يساعد في عملية ذوبان الأكسجين ودخوله عن طريق الانتشار إلى داخل الحويصلة. تتكون الممرات الهوائية من التالي. طبعا الممر الهوائي مش هيبدأ من القصبة أكيدة، هنبدأ من جهة توصلنا بالبيئة الخارجية مباشرة اللي هن الممرات الأنفية، طبعا فتحتين أنف يجيب الأنفية، الممرات الأنفية، البلعوم، بعدين الحنجرة، القصبة الهوائية، شعبتا القصبة الهوائية اللي هن قلنا تتفرع واحدة اليمين واحدة جهة اليسار، وبعدين الشعب الهوائية اللي هن تتفرع في داخل الرئة. تتصل الشعب بالرئتين التي تحتوي على آلاف الحويصلات الهوائية، ويعتبر القفص الصدري والضلوع طبعا، والقفص الصدري طبعا يتكون من الضلوع والعضلات، لها صلة بالجهاز التنفسي. وجود القفص الصدري والضلوع طبعا والعضلات اللي هن مكونة للقفص الصدري تساعد في عملية تبادل الغازات، طبعا مش صلة مباشرة لكن لها علاقة بالجهاز التنفسي. آلية التنسم، كيف تحدث آلية التنسم؟ اولا الشهيق او دخول الهواء. عندنا تنقبض العضلات بين الضلعية الخارجية وترتخي الداخلية، هنشوفوها على الرسم ان شاء الله بالتفصيل. تتحرك الضلوع للأعلى وإلى الخارج، لما ناخذ الهواء نحن حيرتفع القفص الصدري إلى الأعلى وللخارج. ينقبض الحجاب الحاجز ويتسطح، الحجاب الحاجز طبعا مقوس إلى أعلى، يتسطح يزيد مساحة أو يزيد حجم الرئة، يزداد حجم القفص الصدري، يقل الضغط الهواء في القفص الصدري، طبعا تتمدد الرئتين يقل ضغط الهواء فيها، بالتالي يتدفق الهواء إلى الداخل. عندنا في الرسم هنهي حتبان عندنا القصة هنا بالتفصيل أكثر. عندنا هنا في عملية الشهيق عندنا قلنا طبعا هذينا فقرات العمود الفقري، منظر جانبي فقرات العمود الفقري، هنا الضلوع المكونة للقفص الصدري، هذه طبعا نسيج الرئة، هنا الحجاب الحاجز، تمام؟ الحجاب الحاجز لو شفنا هنا في عملية الزفير مقوس إلى أعلى، لكن هنا في عملية الشهيق يعتبر مسطح. هنشوفوا كيف تمت العملية هنا. هي طبعا قلنا عندنا عضلات تسمى خارجية اللي هي موجودة في جهة من هنا بالنسبة للقفص، بالنسبة لجسم الإنسان، العضلات الداخلية حتقعد من جوا إلى جهة الصدر من جوا. لما قلنا نحن شنو يحصل عندنا، تنقبض العضلات بين الضلعية الخارجية، لما تنقبض العضلات هذه ترتخى العضلات الداخلية، شنو يصير للقفص الصدري؟ يرتفع إلى أعلى وللأمام، يرتفع إلى أعلى وللأمام. في الحالة هذه شنو يصير لمساحة الصدر من جوا، مساحة القفص الصدري تتسع تزيد، ترتخي الرئتين، يقل فيها ضغط الهواء فيدخل الهواء من الخارج إلى الداخل، ينتقل الهواء من المكان اللي فيه ضغط أعلى إلى المكان اللي فيه ضغط أقل اللي هو داخل الرئتين. وطبعا حيساعدنا عملية تسطح الحجاب الحاجز في زيادة مساحة أو في حجم الرئتين. هذا بالنسبة لعملية الشهيق، دخل عندنا الهواء، دخول الشهيق معناها عندي وجود كمية كافية من الأكسجين. يدخل الهواء هنا تحصل عندنا عملية تبادل الغازات ما بين الرئة وما بين الشعيرات الدموية، يوصل بعدين ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين. طبعا أنا اختصرت القصة بحنقولها بعدين بالتفصيل أكثر بس عشان نكمل هنا. انتهت عملية الشهيق، بنطلع الهواء اللي دخل جوا اللي هو توا مليان بثاني أكسيد الكربون. شنو يحصل؟ تحصل خطوات عكس عملية الشهيق. ترتخي العضلات بين ضلعية الخارجية، العضلات الخارجية حترتخي، تنقبض العضلات الداخلية، طبعا يتحرك الضلوع إلى أسفل وللداخل. القفص الصدري كان مرتفع إلى أعلى في عملية الشهيق، توا حيرد للخلف وللأسفل. يرتخي الحجاب الحاجز ويتقوس الحجاب الحاجز، قارن بين هنا وما بين هنا، هنا يعتبر مسطح، هنا مقوس إلى أعلى، حجم الرئة هنا هي كبير، هنا حجم الرئة أصغر،
يبقى حيكون الضغط الهواء هنا عالي فيخرج إلى الخارج، يطرد إلى خارج الجسم طبعا عن طريق الممرات التنفسية. نديروا مقارنة أخرى من جديد في عملية الشهيق، تنقبض العضلات الضلعية الخارجية، تنقبض العضلات الضلعية الخارجية، ترتخي العضلات الداخلية، يرتفع القفص الصدري إلى أعلى وللأمام، الحجاب الحاجز يتسطح، يزيد مساحة القفص الصدري أو حجم القفص الصدري، ترتخي الرئتين، يقل ضغط الهواء فيها، يدخلها الهواء من الخارج، طبعا الهواء من الخارج محمل بالأكسجين. انتهت عملية الشهيق، بنطرد الهواء توا اللي في الرئتين اللي هو محمل بثاني أكسيد الكربون. الخطوات اللي تحصل عكس عملية الشهيق، ترتخي العضلات بين الضلعية الخارجية، تنقبض العضلات الداخلية، يتحرك الضلوع إلى أسفل وللداخل، يبقى حينضغط القفص الصدري، يضغط على الرئتين، يقل حجم الرئتين، يكون ضغط الهواء فيها عالي فيطرد إلى الخارج. يبقى هنا عندنا في الشهيق هواء محمل بالأكسجين، في الزفير عندنا هواء محمل بثاني أكسيد الكربون. تبادل الغازات في الرئتين، عندنا يحدث تبادل الغازات في الرئتين عن طريق الانتشار. الانتشار بين من ومن؟ ما بين الحويصلة الهوائية وما بين الشعيرة الدموية. تعتبر الحويصلات الهوائية هي الوحدات المسؤولة على عملية تبادل الغازات، وذلك لتوفير الخصائص التالية. ليش الحويصلة الهوائية تقدر تقوم بعملية تبادل الغازات؟ لأنها فيها خصائص كالآتي: الحويصلة الهوائية صغيرة الحجم، كثيرة في العدد، لذلك لها مساحة سطح كبيرة، مساحة السطح الخارجية لها لو جمعناها مع العدد الكبير لها فعندي مساحة سطح كبيرة جدا. لها جدار رقيق مكون من طبقة واحدة من الخلايا تجعل معدل الانتشار سريع، لو كان عندي عدة طبقات حيكون معدل الانتشار أقل، لكن ما دام صف واحد من الخلايا أو طبقة واحدة من الخلايا هتكون معدل الانتشار سريع جدا. طبقة رقيقة رطبة اللي هي زي السائل رطب يحيط أو من النداوة تساعد على ذوبان الأكسجين. ثلاث خصائص: عدد كبير صغيرة في الحجم وعددها كبيرة، بالتالي حيكونها عندها مساحة سطح كبيرة، هذه الخاصية الأولى، مساحة سطح كبيرة. جدار رقيق من صف واحد من الخلايا أو طبقة واحدة من الخلايا تساعد في زيادة معدل الانتشار. طبقة رقيقة من النداوة تساعد على ذوبان الأكسجين، لأن الأكسجين مش هيدخل على شكل غاز للدم، إنما هيدخل على شكل سائل. كيف تحدث عملية تبادل الغازات؟ يذوب الأكسجين في الطبقة الرطبة التي تغطي جدار الحويصلة اللي قلنا عليها هنا واحدة من الخصائص، طبقة رقيقة من النداوة يذوب فيها الأكسجين ويدخل إلى داخل في داخل الحويصلة. ينتشر الأكسجين الذائب إلى داخل الشعيرة الدموية، ثم يقوم الدم بتوزيعه إلى جميع خلايا الجسم. هذه الحاجات اللي حكينا عليها في الحصة اللي فاتت في جهاز النقل. يذوب الأكسجين في طبقة رطبة، طبقة النداوة التي تغطي جدار الحويصلة، يطلع من جدار الحويصلة يعدي وين؟ إلى الشعيرة الدموية. الشعيرة الدموية طبعا فيها الدم، يتوزع على جميع أجزاء الجسم، وبالتالي يوصل الأكسجين إلى جميع الخلايا. طبعا ينقل الأكسجين على شكل أكسي هيموغلوبين، يتحد الأكسجين مع الهيموغلوبين الموجود في داخل كرات الدم الحمراء وينتقل إلى الأنسجة. ينتشر ثاني أكسيد الكربون من الشعيرات الدموية، طبعاً لما يوصل الأكسجين إلى الخلايا تقوم بأكسدة المواد في معدلة التنفس، معدلة التنفس اللي حكينا عليها بدري، ينطلق ثاني أكسيد الكربون يحمل الدم على شكل أيونات بيكربونات، على شكل أيونات بيكربونات. طبعاً الشعيرة الدموية توا فيها أيونات البيكربونات اللي هي عبارة عن ثاني أكسيد الكربون ولا لا، يوصل إلى تجويف الحويصلة ومنها إلى خارج الجسم عن طريق عملية الزفير. يعني الشعيرة الدموية اللي هي تحيط بالحويصلة محملة بثاني أكسيد الكربون طبعاً في الدم، ينتشر من داخل الشعيرة الدموية إلى الحويصلة، يجمع ثاني أكسيد الكربون طبعاً مع الغازات أخرى في الرئتين، وبعدين يطرد إلى الخارج في عملية الزفير. سعة الرئة، قبل ما ناخذ سعة الرئة حنشوفوا هنا عملية تبادل الغازات بشكل أوضح. هنا عندنا اللي هي شعيبة هوائية، شعيبة هوائية متفرعة إلى الانتفاخات هذين اللي هن لونهن أبيض زي ما نشوفوا فيهن، هذين عبارة عن حويصلات. الحويصلات محاطة بالشعيرات الدموية بشكل كامل،
طبعا قلنا الحويصلة لها صف واحد من الخلايا، طبقة واحدة من الخلايا، الشعيرة الدموية طبقة واحدة من الخلايا، هذين الخصيتين يساعد في عملية تبادل الغازات. الأكسجين هنا أعلى في داخل الحويصلة، تنتقل المادة من تركيز أعلى تركيز أقل، مدام تركيزها هنا عالي حينتقل طبعا يذوب في طبقة النداوة وبعدين ينتشر إلى الشعيرة الدموية. الشعيرة الدموية طبعا هنا هي زي ما نشوفه لونها أحمر ولا لا، يبقى هنا حتكون محملة بالأكسجين. الشعيرة الدموية هنا اللي لونها أزرق حتكون هذه محملة بثاني أكسيد الكربون، يعني هذا حتاخذ من الرئتين وتشيل إلى القلب وبعدين من القلب إلى بقية الأنسجة، هذه حتكون جاية من القلب محملة بثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين عشان تساعد في عملية تبادل الغازات. هنا نشوفه بالتفصيل أكثر، حويصلة واحدة، طبقة النداوة هي الطبقة هذه، بعدين عندنا طبقة واحدة من الخلايا، هذه تركيبة الحويصلة. تركيبة الحويصلة الهوائية طبعا هنا فراغ اللي هو يوجد فيه الهواء، طبقة النداوة طبقة واحدة من الخلايا، الشعيرة الدموية طبقة واحدة من الخلايا، بعدين طبعا الدم، وهنا عندنا كرات الدم الحمراء. هيدخل الهواء يحمل الأكسجين، هيكون تركيز الأكسجين هنا عالي، هينتشر طبعا يذوب في طبقة النداوة، ينتشر من خلال طبقة الخلايا اللي هي تحيط بالحويصلة، بعدين ينتشر عن طريق طبقة الخلايا اللي هي تحيط بالشعيرة الدموية، يدخل إلى الدم، يتحد الأكسجين مع الهيموغلوبين اللي موجود في داخل كرات الدم الحمراء، ينقل إلى الأنسجة. هنا عندنا شعيرة دموية نشوفوا فيها لونها أزرق السائل فيها، معناها شنو؟ إنه هو محمل بثاني أكسيد الكربون في صورة أيونات البيكربونات. حينتشر ثاني أكسيد الكربون من الشعيرة الدموية، طبقة الخلايا اللي هي محيطة بالشعيرة، طبقة الخلايا المحيطة بالحويصلة، وبعدين يدخل إلى تجويف الحويصلة الهوائية. طبعا هنا الهواء اللي هو محمل بثاني أكسيد الكربون حيطرد إلى الخارج. هنا شفنا بالتفصيل عملية تبادل الغازات ما بين الرئتين والدم. سعة الرئة، كم كمية الهواء اللي ممكن إنها تحتويها الرئة؟ طبعا إحنا مش هناخد أرقام، إنما هنقوله بس يعني تعريفاتك. السعة الحيوية اللي هي كمية الهواء اللي ممكن توجد في الرئتين. طبعا إحنا الرئتين مهما حاولنا إن نفرغوها من الهواء طبعا مستحيل، لازم يكون عندنا كمية هواء موجودة فيها. الهواء أو السعة الحيوية عندنا اللي هي الهواء المادي زائد هواء الشهيق مكمل زائد هواء زفير إضافي. عندنا الهواء المادي شن تعريفه؟ هو كمية الهواء التي تدخل الجسم وتغادره في كل عملية شهيق وزفير، يعني ناخذ شهيق زفير نسميه عملية الهواء المادي. لو شخص بياخذ عملية شهيق زيادة هياخذ هواء زيادة نسميه هواء شهيق مكمل، يبقى الهواء الشهيق المكمل حيكون معاه هواء زفير إضافي. تمام، الهواء المادي هو عملية شهيق وزفير، هنضيف عملية أكسجين أو هواء أخرى زيادة، لو واحد مثلا بيغطس تحت الماء حياخذ كمية هواء زيادة نسميه شهيق مكمل، بعدين حيطرد على شكل هواء زفير إضافي. يبقى عندنا هنا هي بالنسبة لعملية التنفس انتهينا منها، وطبعا كنا عملية التنفس عملية مهمة جدا جدا اللي هي يحصل منها الكائن الحي على الطاقة اللازمة للقيام بالوظائف الحيوية. قلنا في عندنا نوعين من التنفس اللي هو تنفس هوائي وتنفس لا هوائي. الهوائي في وجود الأكسجين وهذا تقوم به معظم الكائنات الحية، اللا هوائي يحصل في الكائنات وحيدة الخلية أو أحيانا في عضلات الإنسان عند القيام بالتدريبات الشاقة. طبعا يختلف، في الكائنات وحيدة الخلية ينتج فيه الإيثانول، في الكائنات الكبيرة اللي هي زي الإنسان يحصل إنتاج حمض اللاكتيك. عملية التنفس طبعا في الكائنات الكبيرة لازم من وجود جهاز يساعدها في عملية تبادل الغازات. عملية تبادل الغازات حتكون هي عملية التنسم اللي هي دخول الهواء ونسميه شهيق وخروج الهواء ونسميه الزفير. وطبعا بعدين يتم عملية تبادل الغازات ما بين الرئتين وما بين الدم عشان يوصل الأكسجين إلى الخلايا ويطرد ثاني أكسيد الكربون من الجسم إلى خارج الجسم. إن شاء الله نكون وفيت المعلومة وشرحتها طبعا بشكل مبسط حسب ما موجود عندنا في المذكرة، ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.